أنا عندي حصب الكلى، من راجعة الطبيب قال لي أو تتبرع بطل دم أو يسوي حجامة حتى ما تكون الحصى على أساس مرة ثانية. هو هذا الموضوع، أنا ما عندي غير. زين، استفادت طبعا استفادت، هسه جسمي شوية صار نشط، الخمول اللي عندي هسه تقريبا راح، أحس بيه يعني بدأ يعني مع العلم هسه سويت الحجامة. الحجامة هي شغلة ضرورية يعني، وأنا من الناس عندي سكري ودهن بالدم، فتعالجت من هاي المسألة وإن شاء الله بها الشفاء. فأنا أنصح الناس بالحجامة، ليش؟ لأن أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجامة، خلاص هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحجامة شيء ضروري، يعني شيء ضروري بها، لازم نعملها أحسن من غير أمور. الحجامة تقوم بعمل مص وعزل التوالف الدموية، تعزلها أول شيء، ثم تمص التوالف الدموية عن طريق التشريط، تخرجها خارج الجسم، وذلك يكون عن طريق التشريط السطحي وليس العميق، وليس العميق. فنأتي أيضا على تعريف الحجامة اصطلاحا، هو سحب الدم أو التوالف الدموية من أماكن مخصوصة في أوقات مخصوصة لأمراض شتى. والله نصحونا أنه نسوي حجامة لأبوي، لأنه عندي دهن بالدم وأحس بآلام بالرأس، فنصحونا أنه نسوي حجامة. الحجامة هاي تزول هاي كل هاي السوالف، يعني هاي مالت الآلام وكذا، مفاصل والآلام بالرأس والدوخة، حتى تؤدي إلى قصر النظر يعني. فهاي مجربة يعني، شغلة موثوقة وزينة ومجربة يعني، كل الناس تسويها. فجيت اليوم أنا أن أسوي حجامة عند أبو يحيى،